استأذنك يا كابتن اسامه معلش، اتفضل. هو انا مش هقاطعك، بس لا احنا لا لا طبعا كلنا عارفين المعلق عصام عبده واللي قام بالتعليق على مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت، عايز يعمل مداخله وعايز يقول بعض الحاجات لينا شافها هو في الماتش. اتفضل عصام، مساء الخير الاول. يا كابتن ايمن، مساء الخير عليك يا كابتن، وعلى الكابتن اسامه والكابتن علاء وكابتن عادل وكابتن احمد. الله يسلمك يا حبيبي، الله يسلمك، منورنا حبيبي. الحقيقه بص، انا مبسوط جدا جدا بحاله النادي الاهلي في الماتش، وانبساطي الحاله على اساس المنتخب. أيوة. النادي الاهلي دايما طول عمره مرتبطه حالته بحاله المنتخب، او المنتخب مرتبط بشكل كبير بحاله النادي الاهلي. انت شفت الماتش ازاي؟ انت اتفرجت على الماتش كويس، شفت الماتش ازاي؟ انا شفت الماتش الاول، وشفت الاهلي حتى وهو بيعمل التسخين مختلف تماما يا كابتن ايمن. حتى أيوة. التسخين لما تشوف محمد عبد المنعم وتشوف متولي في التيك اوف بتاعهم وتشوف الرغبه عندهم من بدايه التسخين، اللي عجبني جدا ستايل اللعب بتاع النادي الاهلي، لعبوا الماتش كله يا كابتن ايمن في 25 متر من بدايه صحيح. المباراه لحد نهايه المباراه، فنشوا كويس وبداوا كويس، وكان عنده ستايل لعب، راجل عنده مودرن فوتبول. انا مبسوط على حاله الاهلي، لانه زي ما قلت لك هيرجع للمنتخب، وانا اعتقد ان هذا الرجل عنده كره كويسه جدا، وعنده مجموعه من اللعيبه ممتازه صحيح، وعنده اسماء ممكن الفتره الجايه دي ترجع تاني فرقه النادي الاهلي، اللي هي الحاله الجماليه الجماعيه هترجع ان شاء الله، وشفناها الخمس ماتشات اللي فاتوا. لا لا، كانوا قايلين جدا جدا يا كابتن، انت لما حضرتك تشوف الرغبه اللي موجوده عند عبد المنعم وعند متولي وعند علي معلول، وستايل اللعب نفسه، الراجل عنده طريقه كويسه صحيح، وعنده ستايل لعب كويس. وزي ما قلت لك كابتن، حاله الاهلي الفتره اللي جايه دي هتاثر بشكل كبير جدا على المنتخب، اللي بقى لنا حوالي برضه 3 4 سنين لسه ما فيش الهويه بتاعه المنتخب بتاعه زمان، ان يكون عندنا حاله جماليه جماعيه كويسه، ان الفرقه يكون فيها مجموعه كويسه من اللعيبه. بص، مستوى النادي الاهلي، مستوى لعيبه النادي الاهلي هو اللي بيفرق مع المنتخب طبعا يا كابتن. هو طول عمر المنتخب بصراحه، دي لازم يعني دي حقيقه لازم نعترف بيها، ان حاله الاهلي بتفرق كتير جدا صحيح مع المنتخب. وتعالى دور على معظم البطولات اللي خدها المنتخب بتبقى مرتبطه بحاله النادي الاهلي، مجموعه من اللعيبه عندهم البطوله، وعندهم الدقيقه 90 دي تبدا المباراه بالنسبه له في دوافع. لكن انا معجب بالمودرن فوتبول بتاع الراجل يا كابتن ايمن. الراجل عنده مودرن فوتبول جميله، وعنده ستايل لعب كويس، والاهلي بصراحه عمل مباراه كبيره جدا من فتره طويله ما اتعملتش بهذا الشكل، الحمد لله رب. يعني ايه شكل الكروي المتقدم يعني صحيح. مبروك ليكم، وانا اسف ان انا لا ابدا، الله يبارك فيك، وبالتوفيق ان شاء الله كده، ودايما اللي قدامي يا كابتن ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا. وعايز افكرك برضه ان قرار كابتن خطيب صراحة اللعيبة ده كان قرار تاريخي، لأن اللعيبة رجعت بشكل تاني، بشكل فريش تاني صحيح. أضافت إضافة كبيرة جدا لنفسها وللنادي صحيح. شكرا جزيلا لمعلقنا الرياضي المتميز دائما عصام عبده.